كل بنات انا جيت عاوتاني وجبت لكم مصفى بنينه وزوينه. اليوم غادي نديرو كوكيز باللوان، نقدو نديروه في اعياد الميلاد، في العقيقه، في وحتى في الايامات العاديه. علاش لا؟ علاش ما نديروش شي حاجه زوينه نشربو بها اتاي؟ هاي everyone، today we are going to make cookies. I will make different cookies. We will make it by colors. What we need for this? We will need one egg. غادي نحتاجو بيضة. We will need one lemon juice. غادي نحتاجو القشور نتاع حامضة وعصير نتاع حامضة. We will need one small glass powder sugar. غادي نحتاجو كاس صغير نتاع سكر غلاسي. We will need one packet baking powder and one packet vanilla. غادي نحتاجو باكية نتاع الخميرة الحلوة الحمراء وباكية نتاع فاني. We will need 100 gram nut. The nut I will crush it before I make it to the cookies. غادي نحتاجو 100 غرام نتاع البندق أو نتاع اللوز أو نتاع الجوز اللي بغينا، وحتى الا ما عندناش نقدر نستغناو عليه ماشي مشكل. وغادي نهرمشو في الخلاط قبل ما نديرو في الكوكيز نتاعي. We will need 100 غرام soft butter. غادي نحتاجو 100 غرام نتاع الزبدة رطبة يعني بحرارة الغرفة. We will need eat color. غادي نحتاجو الملون الغذائي. And we will need flour. وغادي نحتاجو الطحين. بنات في الاثناء اللي غنكونوا كنعجنوا غريبه نتاعنا، غادي نسخن الفران تاعي على 180 درجه باش غنساليها. غادي نديرها في الفران طيب. The time when we are preparing our cookies, I will make my oven hot 180 degree and when we finish the cookies we will put it to oven to be cooked.